السلام عليكم، معكم اخوكم محمد عاصم. اهلا وسهلا بكم في القناة، ودايما متشرف بحضراتكم وشكرا جدا على تشغيلكم للفيديو. النهاردة بنتحدث على نبي الله سيدنا ادريس عليه السلام، لكن في اول الفيديو خلينا اقول لكم ان ربنا يرحمه ويغفر اليه، مصر والامة الاسلامية فقدت واحد من اجمل واحلى المقرئين ومن أعظم فعلا القراء، وهو الشيخ محمد الطبلاوي ربنا يرحمه. والحقيقة يعني ما كانش يعني جديد على مصر، إنها ياما كان عندنا جيل كبير جدا وعظيم من المقرئين، زي الشيخ شعيش، الشيخ محمود خليل الحصري، الشيخ الفاشني، الشيخ محمد صديق المنشاوي، عبد الباسط عبد الصمد، نخبة كبيرة. مش عارف أقول مين ولا مين بصراحة، ولكن يعني ربنا يرحمه ويغفر إليه، وتوفاه الله في الأيام المفترجة في شهر رمضان. وسبحان الله، يعني الواحد بيبقى مكتوب إنه يطلع ويتحدث عن سيدنا إدريس ويذكره، يعني ربنا يرحمه ويحسن إليه. النهاردة بنتحدث عن سيدنا إدريس عليه السلام، وهو سيدنا إدريس ابن يرد ابن مهلئيل ابن أنوش ابن سيدنا شيث عليه السلام ابن سيدنا آدم عليه السلام. سيدنا إدريس عليه السلام ربنا، يعني عندنا يا جماعة في حاجتين مهمين قوي. احنا عندنا في حاجات اللي هي الواضحة وضوح الشمس، وبعد كده بقى في اجتهادات وفي بعض الإسرائيليات في التحدث عن سيدنا إدريس عليه السلام، عشان بس الصورة تبقى واضحة من البداية، عشان ما بقاش بتكلم وحد يقول لي دي من الإسرائيليات. ما انا بقول لكم من دلوقتي ايه اللي عندنا في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة مريم: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. صدق الله العظيم. دي الآية واضحة وصريحة. وعندنا في الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج قابل سيدنا إدريس عليه السلام في السماء الرابعة. دول اللي ثابتين، عشان بس من البداية بنقول، واللي باقي بعد كده فيهم إسرائيليات وفيهم اجتهادات، تمام كده؟ المفسرين لما اتكلموا عن سيدنا إدريس عليه السلام: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، زي ما كل المفسرين وعظماء المفسرين والشيخ الشعراوي وغيرهم لما قالوا صديقا، وهي اكتر من الصادق والصدوق، يعني الصدق. وانا ما بفسرش، ده مش تفسيري انا، عشان ما حدش يقول لي والنبي ارجوكوا، انا بقول تفسير المفسرين، ده تفسيرهم، ان صديقا هي معناها اي صادق جدا بما قال الله تعالى له. وده بالنسبة لصديقا، يعني كان سيدنا إدريس عليه السلام كان من أكثر العابدين والخاشعين، وهو كان نبي طبعا. ورفعناه مكانا عليا، اتقال بقى فيها أقوال كتير. اتقال عندنا رفعناه مكانا عليا أي رفع في السماء، واتقالت ورفعناه مكانا عليا أي أن ربنا عز وجل رفع مكانته، واتقال وصل أن هو اتقال أن هو إلى الجنة. ده بالنسبة ورفعناه مكانا عليا. والحديث اللي عندنا اللي هو مؤكد عندنا في الصحيحين البخاري ومسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قابله في السماء الرابعة أثناء رحلة المعراج. ده بالنسبة للي عندنا. بيجي بقى عندنا الكلام اللي أنا بقوله بقى، في عندنا زي الطبري وفي ابن كثير وفي لابن حجر برضو. ابن حجر بيتحدث في قصص الأنبياء، حتى ابن حجر لما تحدث في قصص الأنبياء تحدث على إن سيدنا إدريس عليه السلام مرضاش يطول، يعني هو في كتاب اللي هو أعتقد كان تحفة النبلاء، في تحفة النبلاء مرضاش يطول، يعني هو ابن حجر ما حبش إن هو يدخل في الموضوع، ما عملش مثلا زي إيه، زي عرائس المجالس مثلا. لأ، في عرائس المجالس بقى احنا بنلاقي كلام مقتبس كتير من اسرائيليات بشكل واضح وصريح. في عندنا ابن كثير وفي عندنا الطبري وفي عندنا تحدثوا ايضا، في محمد ابن اياس ايضا تحدث، في عندنا اسيوطي تحدث. الناس دي لما تحدثت، يعني كان القصة ان سيدنا ادريس عليه السلام كان اكثر من، يعني بيؤتى كل يوم من الاعمال الصالحة زي اهل الارض تماما، كان بيؤتى كل، يعني كل أعمال أهل الأرض هو كان يؤتى مثلهم تماما.
فكان في ملك كان هو يعني بيأتي إلى ده، طبعا ربنا أوحاله، في ملك كان بيأتي إلى سيدنا إدريس. فلما سيدنا إدريس عرف بكده طلب إن هو يطلب من يعني من ربنا عز وجل وبعد كده من ملك الموت إن هو يعني يأجل من روحه شوية علشان يعمل المزيد من الأعمال الصالحة. فالملك أخذ سيدنا إدريس عليه السلام وصعد به، فهو طالعين عند السماء الرابعة قابل ملك الموت وهو كان نازل. فكان بيتحدث الملك بيتحدث مع ملك الموت وبيقول له ان هو يعني تطول في عمره في روحه شوية بإذن ربنا. فملك الموت تعجب جدا، قال غريبة جدا، انا امرت ان انا اخد روح نبي الله ادريس وكنت مندهش اني خدت الامر في السماء الرابعة رغم ان انا عارف انه على الارض. فالملك بيقول له طب هو متبقي من عمره قد ايه؟ قال له خلاص ما عادش متبقي من عمره. والملك بيبص كان سيدنا ادريس وجدوا انه هو يعني توفاه الله، ويقال ان دي يا جماعه من الاسرائيليات علشان بس الكلام يبقى واضح، لان احنا ما ذكرش عندنا صراحه غير الايه والحديث اللي انا قلته لكم في اول الكلام. والموضوع وصل بقى لحاجات كتيرة. يعني أنا سبق قبل كده واتكلمت في فيديو عن سيدنا إدريس عليه السلام لما قلت هل نبي الله إدريس هو أوزوريس. طبعا أنا ما كنتش بقول إن ده إن سيدنا إدريس عليه السلام هو أوزوريس خالص خالص. حتى أوزوريس يا جماعة ما اسموش أوزوريس، يعني لا إزيس اسمها إزيس ولا أوزوريس اسمها أوزوريس ولا رمسيس، حتى الملك رمسيس اسمه رمسيس، يعني إيست وأوزير، وحتى رمسيس الثاني أصلا اسمه رع مسو ميري أمون. يعني ما فيش الاسماء بقى هتقولوا لي جت منين رمسيس وايزيس واوزوريس، دي بالبطلمي باليوناني هي بقت بتتنطق كده، لكن ما كانتش دي اساميهم، كان ايست واوزير. فمش عشان السجع جايه ادريس واوزوريس يبقى احنا لا خالص. فانا كنت تحدثت برضو عن سيدنا ادريس عليه السلام. من ضمن بقى الحاجات اللي وصلت بقى بشطحات زي عندنا بقى في عرائس المجالس ان الملائكه تعجبت جدا من عبادة وخشوع سيدنا إدريس. فنزل ملك الموت وقعد مع سيدنا إدريس، فسيدنا إدريس جه ضيفه في الأكل والشرب مرضاش يأكل ولا يشرب، وبعد 3 أيام عرف منه أنه هو ملك الموت، فطلب منه 3 طلبات، أنه هو يصعد به السماء ويقبض روحه، والطلب أنه هو يدخله النار وبعد كده يدخله الجنة. فاستأذن ربنا، الملك استأذن ربنا، فربنا أذله قبض روحه ورجعت له روحه، وبعد كده دخل النار وخرج منها، وبعد كده دخل الجنة جه يخرج منها قال لا مش هخرج منها، فجابوا ملك تاني علشان يحتكموا في الأمر. فسيدنا إدريس عليه السلام قال إن أنا كنت عايز أدخل النار علشان أتعظ منها، والجنة علشان يعني ربنا قال ان انا كنت بشوفها عشان اعمل اعمال صالحه، ولكن ربنا قال وما هم يعني مش هيخرجوا منها. ولكن يا جماعة دي من الإسرائيليات عشان نبقى فاهمين شأنها، شأن نفس القصة اللي موجودة برضو في الإسرائيليات اللي بتتحدث عن سيدنا إدريس زي بالظبط نسخة طبق الأصل قصة إن هم أخذوا سيدنا إدريس وصعدوا به ولفوا به السماوات السبع ونزل عند عرش ربنا، وربنا علمه من الكتابة ومن العلوم علشان يعلمها للبشرية. أنا ما بقولش إن دي 100% غلط، ولكن هي مش منسوبة مش موجودة عندنا في الدين الإسلامي عشان بس الكلام يبقى واضح، وما بقولش إن ده صحيح برضو. يعني هو يقولك إن الإسرائيليات لا ننكرها ولا نقول إن هي صحيحة، ده عشان بس نبقى مسرحين. ولكن لما نيجي نبص للقصة ديت الأخيرة هنلاقيها نسخة طبق الأصل من سفر أخنوخ. ما هو عندهم في الإسرائيليات إن سيدنا إدريس عليه السلام اسمه أخنوخ، وهتلاقوا سفر أخنوخ ده من ضمن الأسفار كمان الغير قانونية، وسبق قبل كده واتكلمت في الفيديو بتاع الملك أحمس، وهحطه لكم في شرح الفيديو عن سفريم حزونيم اسمها سفريم حزونيم اللي هي الأسفار والأبوكريفا، واتكلمت عنها باستفاضة كاملة في الفيديو ده. ولكن اللي أنا عايز أقوله يا جماعة إن برضو عندنا الصابئة بيعتبروا إن سيدنا إدريس عليه السلام هرمس أي المثلث اللي هو
مثلث اللي ربنا اعطاه الحكمه والنبوه والملك. ويقال بقى ان سيدنا ادريس عليه السلام هو اول من خط القلم، وهو علم الناس الزراعه، وهو اول من خيط الملابس ويعني عمل استخدم المخياط للملابس. ويقال ان سيدنا ادريس عليه السلام اتى الى مصر وعلم الناس الزراعه، وقاس الميه وقاس عمق المياه وعلم المصريين الزراعه. ولكن عشان بس نبقى واضحين، ما نربطش سيدنا ادريس عليه السلام بالحضارة المصرية القديمة. أرجوكم أرجوكم يا جماعة، علشان مع احترامي يعني الجبرتي برضو لما تحدث ومحمد ابن إياس، هما في حاجات ممتازة، لكن في حاجات اللي هي الظهور القديمة بتاعت الحضارة المصرية القديمة. يعني لو سمحتوا يا جماعة، ما حدش يربط الكلام اللي بيتقال عندنا إن قول الله حق. إيه اللي موجود عند قول الله؟ هي الآية الكريمة بس. بعد كده علشان الأمور ما تختلطش علينا، سيدنا إدريس عليه السلام قيل عنه يعني إنه هو أخنوخ، وقيل عنه إنه هو هرمس، ولكن اللي نعرفه إن سيدنا إدريس عليه السلام وهو المؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قابله في السماء الرابعة، وأنه كان صديقا نبيا، وربنا عز وجل رفعه مكانا عليا. ده باختصار عن سيدنا إدريس عليه السلام. أتمنى يا رب أن المعلومات البسيطة دي تكون نالت إعجاب حضراتكم، وشكرا جدا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو. مش هوصيكم بقى يا جماعة، يعني لو عجبك الفيديو يعني يبقى فيه دعم كده وندوس لايك يا جماعة، ولو حضرتك أول مرة تشرف بالقناة تشرف وتنور بالاشتراك في القناة. واشوفكم على خير، سلام عليكم.